بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النهاردة صراحة ابتدت حاجات كتير تبان والوضع العام ابتدى يظهر في حاجات كتير. الفترة اللي فاتت النادي الأهلي كان منفردا بيقدف لوحده ضد طيار الاسترشاد، وفجأة يظهر كوادر من أعلى مستوى. النهارده مهندس فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه داخل مجلس النواب ورئيس نادي سموح يظهر النهارده وبيطلع بيان بيقول الاتي: وزاره الشباب اصدرت القانون للرياضه الجديد الزمت فيه جميع النوادي ان تعيد اشهار نفسها مره اخرى وتعتبر بدايه جديده لكل نادي. جميل. والوزاره عايزه ترفع ايديها عن تدعيم جميع المراكز الرياضيه والنوادي ماديا، والنوادي عليها تدبر نفسها بنفسها من مواردها الخاصه، والقانون الجديد يلزم النوادي ان تعمل لائحه داخليه لها تسير عليه بما يتفق مع نشاطها وما يتفق مع رغبه الاعضاء، وحددت ميعاد اخر شهر اغسطس 2017 الانتهاء من اللائحه لكل نادي. الحاجه الثانيه بقى، قال لك اللجنه الاولمبيه عملت لائحه استرشاديه للنوادي مجرد استرشاديه وغير ملزمه، ولكن في حاله إن أي نادي لم يقم بعمل اللائحة الداخلية الخاصة به في الحالة دي سوف يطبق اللائحة أو سوف تطبق اللائحة الاسترشادية. بص هنا بقى رقم ثلاثة. اللائحة الاسترشادية بها كثير من الكوارث في بنودها. مين اللي بيقول الكلام ده؟ رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة المهندس فرج عامر. يعني واحد عارف كويس قوي بيتكلم عن إيه؟ عارف كويس قوي ودارس كلامه قبل ما يقوله. عشان الكلام بيوجه ان مجلس اداره النادي الاهلي ومطالبته بحقه في ان يكون له لائحته الداخليه فيها بقى لعيب انتخابات. فهنا ابتدت الناس تفوق وابتدت الحقائق بتظهر، وبتظهر لان الحق حق. رئيس مجلس اداره نادي سموحه ورئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب مره ثانيه بيقول اللائحة الاسترشادية بها كثير من الكوارث في بنودها، لأنها ببساطة لم تفرق بين مركز شباب ونادي اجتماعي زي نادينا اللي هو نادي سموحة، ونادي جماهيري زي الأهلي والزمالك بيعتمدوا على الكورة والجمهور. بص حضراتكم على لسان مين. كمان من ضمن البنود أن السماح بدخول أعضاء جدد ولهم الحق في عمل اي تعديلات على النادي وبنود اخرى لا تتماشى مع نادينا، بمعنى اوضح هيبقى مركز شباب. اذا لما نادي سموحه ورئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس الشعب اللي كان على درايه بقانون الرياضه واكيد على درايه بما تنوي له اللجنه الاولمبيه، ومجلس اداره النادي الاهلي كان له السبق في انه يقف ويقول انا عايز حق، أنا مش عايز أمشي على هذا السياق، لأن أدي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بيقول إن ده فيه كوارث وهيخلي في تدخل وهنبقى مركز شباب. تهيألي كده الصورة ابتدت توضح والناس ابتدت تفوق، والوضع ما بقاش النادي الأهلي لوحده هو اللي في خلاف، وما بقاش النادي الأهلي لوحده ومجلس إدارته هو اللي عايز يعمل الجمعية الخاصة له بمزاجه الخاص عشان ندخل بقى جو الانتخابات والكلام اللي ملوش أي لازمة من الأعراب. آدي الكلام واضح وصريح، ومن مين؟ من مسؤول رفيع المستوى رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واحد منتخب من قبل الناس عشان يمثلهم في مجلس النواب، ومن ضمن الاعضاء اللي داخل مجلس النواب تم تعيينه رئيس لجنه او انتخابه رئيس لجنه الشباب والرياضه. لما يطلع يقول هذا الكلام يبقى النادي الاهلي مش ماشي غلط، يبقى النادي الاهلي ماشي صح، يبقى النادي الاهلي فعلا في كلام غلط وخاطئ ويراد بيه حاجات كتير قوي بعيد عن الدور الرئيسي اصلا اللي انت بتعمل بيه لائحه استرشاديه او بتعمل بيه لوائح.
لان زي ما هفضل اقول لحضراتكم، انا المفترض بيا كراجل عادي بقى ولا ليا في اللوائح ولا ليا في اي حاجه، انا بعمل اللائحه دي ليه؟ عشان الهدف الاساسي الارتقاء بدور الرياضه والمستوى الرياضي في مصر. انا بجيبها لكم بمنتهى البساطه. طب لما يجي لي رئيس لجنه الشباب والرياضه يقول لك ده هيبقى فيه كوارث، وبيقول لحضراتهم طب لو تكاسلنا في الحضور يوم 23 اغسطس والعدد اقل من 10,000 عضو هنا هتكون الكارثه الكبيره. ده كلام مين؟ طب ما كمل الاول، ولا اشمعنى لما الدنيا قربت والنادي الاهلي نال ما ناله من بعض من مقتنعين ان اللائحه الاسترشاديه وكلام اللجنه الاولمبيه هو اللي صح، ومش عارفين على انهي منطق، يعني بناء على انهي استناد منطقي. احنا هنا لما بندرس موضوع اول حاجه بيجي لك، انا بكلمك بالمنطق وباللوجيك، ما بكلمكش في حاجه متعمد ان احنا نخلي. حتى لما اجي اقول لك النادي الاهلي هو الافضل في مصر بقول لك ليه؟ بوضح لك كل نقطه في الجهاز الفني بيشتغل ازاي، مجلس الاداره بيشتغل ازاي، بروح على القلم بحسبها لك عشان حضرتك تبقى فاهم. لو حضرتك شايف ان كلامي مش منطقي هتقول الراجل ده بيقول اي كلام. فاحنا شايفين ان اللجنه الاولمبيه في موضوع الاسترشاديه بتقول اي كلام، ورئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب بيقول انها هتبقى كارثه على اعضاء جمعيته العموميه وبيناشدهم. فطبقا لقانون الرياضه الجديد سوف تطبق اللائحه الاسترشاديه اللي عملتها اللجنه الاولمبيه، وهي لا تتفق مع نادينا جمله وتفصيلا. عشان كده أنا بدعو نفسي وكل الأعضاء ضرورة، وأؤكد مرة أخرى ضرورة إن كل واحد فينا يعتبر اليوم ده في غاية الأهمية ويحضر، وكمان يحشد كل اللي بيعرفه، والحضور لن يكلف أكثر من دقائق، تبين الكارنيه بطاقة الرقم القومي والورق وبعض من الأوضاع، وكل واحد فينا يعتبره يوم فارق، وهنا أن نحافظ على نادينا أو نضيعه. طب يا جماعة، وفي الآخر طبعًا مهندس محمد فرج عادل. ده كلام رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللي شايف كويس قوي ومقدر كويس قوي ايه الضوابط اللي بتخص ناديه. ناديه هو رئيس نادي سموحة، نادي سموحة من الأندية اللي بدأت يبقى ليها تواجد قوي، بدأ يبقى ليه مشاركة في البطولات الأفريقية، بدأ بيوصل لدور قبل نهائي الكاس، كان في سنه من السنين بيلعب على بطوله الدوري. فنادي سموحه اصبح فيه عنده نقله نوعيه، ورئيس نادي وهو اعلم بخصوصيه اعضائه بيقول لك على اللائحه الاسترشاديه كاس. فلما نيجي هنا في قناه الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي يقول لك الاسترشاديه دي كارثه من الاول، ما تجيش تقول بقى دي لعبه انتخابات. لازم تحضر، لازم تحضر كعضو جماعه مملة النادي الاهلي. انت مختلف، مع كامل احترامي وتقديري لكل الانديه الاخرى، انت عضو مختلف، انت بتمثل النادي الاكبر في الشرق الاوسط وفي افريقيا، انت مختلف في كل الاصعده. وعشان تبين ان انت مختلف، حتى لو انت عندك اي نوع من الشكوى، اي من الاعتراض على اي بند من بند لوائح النادي الاهلي او لائحته الخاصه، حضرتك تروح وتسجل حضورك وتناقش وتقول انا معترض ليه. وهو ده تفعيل الدور الجمعيه العموميه، مش ان انا اعمل لك لائحه اتدخل لك فيها واخش لك من الناحيه اليمين في حاجه واطلع لك من الناحيه الشمال. احنا قعدنا بقالنا فتره بنجيب كل خبره اللوائح اللي الناس الثانيه ما بيعترفوش بيها، مش عارف ليه، عشان الخبره بتاعتهم هما اللي شايفين. النهارده يعني جواب مديريه الشباب والرياضه لنادي اليوبلس واستدراك اللجنه الاولمبيه بيكشف حاجات كتير قوي، منتهى الامانه بيكشف حاجات كتير قوي، وبيكشف نوايا غير صالحه لانشاء بيئه رياضيه تحقق الهدف الاساسي من انشاء هذه القوانين وهذه اللوائح. كل حاجه بتبان، كل حاجه بتبان، لان الحق بيفضل حق. ده بيان لمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وكان لازم نحن نوري لحضراتكم
ان النادي الاهلي ماشي على النطاق الصح، وان الناس ابتدت تصحى وتفوق وتفهم ان اللائحه الاسترشاديه هي خطر وكارثه زي ما ذكرها النادي الاهلي وزي ما ذكرها مهندس فرج عبد. نخش بقى في كره القدم ونكمل كلامنا على البرنامج اللي كابتن حسام البدري وضعه لطريقه اعداد النادي الاهلي في الفتره القادمه، خاصه ان انت عندك ماتش الترجي ان شاء الله يوم 16 سبتمبر المقبل. كان كابتن حسام البدري حدد برنامج قبل سفره، وانيس الشعلالي الجندي المجهول داخل النادي الاهلي، ولكن دلوقتي اصبح مش مجهول يعني، بعد بصراحه لعبد الله الفقير من اكثر الناس مرارا وتكرارا. بذكر انيس الشعلالي، بذكر الدكتور خالد محمود، بذكر الدكتور هاني اخصائي التغذيه، بذكر الكابتن احمد ايوب والكابتن سيد معوض وكل الجهاز الفني، كابتن سيد عبد الحفيظ، بالاضافه الى المدير الفني كابتن حسام البدري اللي حضراتكم شايفينه في الصوره، لان دول هم منظومه النجاح الفنيه لفريق كره القدم النادي الاهلي بقياده الكابتن حسام البدري. البرنامج التدريبي هيبتدي يوم 23 اغسطس بدون اللعيبه الدوليين، وبيتابع المدير الفني خطه اعداء وفقا لتصوره، وهتبتدي تاني يوم 25 مع الكابتن حسام البدري. ومن الوارد ان النادي الاهلي يعني يلعب ماتشات وديه قبل هذا اللقاء المرتقب. والان كابتن حسام البدري زي ما قلت لحضراتكم امبارح، وارد جدا بما ان هناك وفر في القماشه او في القائمه بنقول عليها بلغه كره القدم في عمق في القدم، المصطلح الدارج يعني ليها في التدريب يقول لك سكواد ديبث، يعني عمق في القائمه، بيتيح له ان هو يغير التكتيك بتاعه، لان انت طول ما انت ما عندكش القماشه ما تقدرش تغير كتير، ولكن لما يكون عندك وفر وده حاجه تحصل لمجلس اداره النادي الاهلي، كابتن حسام البدري من الممكن ان هو يفكر في تغيير استراتيجيه اللعب، وممكن تشوف العديد من النجوم بيشاركوا في نفس الوقت، عندك احمد الشيخ يرجع، عندك وليد ازارو ينضم، عندك هشام محمد، عندك اسلام محارب، عندك نجوم كبيره انضمت للنادي الاهلي بالاضافه لايمن اشرف، كل هذه الوجود معهم عمرو بركات، طبعا بالاضافه الى القائمه الرئيسيه، ده اللي هيبقى في حسابات الكابتن حسام البدري في الفتره القادمه. الخبر الثاني، النادي الاهلي ارسل بقيد 26 لاعبا في القائمه الاوليه وعماد متعب على قائمه الانتظار. اداره الكره بالنادي الاهلي ارسلت القائمه الاوليه لاتحاد الكره وفقا للموقف للموعد المحدد. حراسه المرمى شريف اكرامي، احمد عادل، عبد المنعم، محمد الشناوي، احمد فتحي في خط الدفاع، باسم علي، محمد هاني، علي معلول، صابر الرحيل، حسين السيد، محمد نجيب، احمد حجازي، رامي ربيعه، سعد سمير. احمد حجازي لا زال على قوه النادي الاهلي، هو معار. حسام عاشور، عمرو السوليه، عبد الله السعيد، عمرو بركات، ميدو جابر، وليد سليمان، مؤمن زكريا، احمد حمودي، صالح جمعه، عمرو جمال برضه لا زال على قوه النادي الاهلي ومعار، جونيور اجاييه، احمد الشيخ، مروان محسن، دول القائمه اللي ارسلها النادي الاهلي. عماد متعب، اسلام محارب، هشام محمد، وليد ازارو، ايمن اشرف، كونهم تعاقدات جديده، ويتطلب الامر قيدهم في فتره القيد الثانيه، بينما تقرر قيد خمسه لاعبين تحت السن، اكرم توفيق، كريم ندبت، فوزي الحناوي، احمد بيكهام، دي القائمه الاولى. يعني خلينا نتكلم كده، ده وضع طبيعي، القوائم الاولى بتبقى فيها اغلب اللعيبه اللي كانت بتشارك بصفه مستمره في المواسم المقبله، والقائمه الثانيه هيكون فيها الاضافات الجديده، وده وضع طبيعي وروتيني بيجرى في كل الانديه. هكمل مع حضراتكم اخبار اجراءات القيد. نادي الاهلي بيقيد جون انطوي في قائمه الانتظار برضه، وقام الاهلي بقيد الغاني جون انطوي مهاجم الفريق ضمن قائمه الانتظار حفاظ حقوقه في اللاعب على ان يتم بيعه او اعارته قبل اغلاق باب القيد، واخر موعد للقيد هو يوم 7 سبتمبر المقبل. ايضا كابتن حسام البدري رفض رحيل عبد الله السعيد الى الدوري السعودي، في اللي جاله عرض اعتقد من الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التقارير اللي أشارت إن في نادي الهلال السعودي فعلا في إصدار مقدمات اللاعب،
وبيستعد النادي الاهلي لمواجهه الترجي يوم 16 سبتمبر زي ما قلت لحضراتكم على ملعب برج العرب بالاسكندريه. الكل كان بيتحدث عن كريم ميدفيد في الفتره اللي فاتت، كابتن حسام بدري حتى طلع وتحدث عنه. كريم ميدفيد من المواهب الشابه الصاعده الواعده في صفوف النادي الاهلي، في بعض الاوقات بيكون مميز، في بعض الاوقات بيكون اداء كريم ميدفيد الى حد ما مش على مستوى طموحات الجمهور، ولكن في الاول وفي الاخر كريم ميدفيد لا زال لاعبا صاعدا، لا زال صغير في السن، لا زال يعني بيكتسب الخبرات. مش كل لعيب يقدر يثبت نفسه في هذه المرحلة السنية. كريم ميدفيد طلع وصرح بقال ان هو نفسه ان هو ياخد ثقة جماهير الاهلي، وقال ان هو هيقاتل من اجل تطوير ادائه ورفع مستواه، من اجل اثبات جدارته بالدفاع عن شعار النادي الاهلي. وقال ميدفيد ان هو يتمنى نيل ثقة الجماهير ودعمها له الفترة اللي جاية من اجل تقديم افضل ما لديه من المستوى مع الفريق، مؤكدا ان تعرض لضغوط وهتؤثر على مستوى اللاعب، ولكن الدعم الجماهيري هيجعل الامور اسهل بكثير. كريم ميدفيد كان له تواجد مع الفريق الاول للنادي الاهلي، وكان له هدف مهم جدا في مرمى وادي دجله في الموسم الماضي. الخبر اللي جاي تحدثنا عنه في الايام السابقه وهو من اهم المواضيع في الفتره اللي جايه، الاهلي بيفتح باب الحجز بطاقات الجماهير في افرع النادي الثلاثه. مسؤول النادي الاهلي فتحوا الباب لحجز بطاقات الجماهير الموسميه واللي هي اهلاوي وافتخر حتى يوم 12 سبتمبر، وذلك بافرع النادي الثلاثه بسعر 44 جنيه يا بلاش، وهتكون صالحه لمده 3 سنوات، حاجه جميله جدا. تؤهل بطاقة الجماهير حاملها لشراء تذاكر أي مباراة يكون طرفها الفريق الأحمر، ولكن يجب أن يكون هناك مصرح تصريح بحضور جماهير. وتبدأ إدارة النادي الأهلي اعتماد العمل بالبطاقات الموسمية بداية من مباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها إقامة يوم 16 سبتمبر المقبل. وإحنا معنا على الهاتف كابتن وليد واهدي مدير إدارة المباريات في النادي الأهلي. مساء الخير كابتن وليد. مساء الخير كابتن فاروق، بسلم عليك وعلى كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي العظيم. طيب كابتن وليد، في الفتره اللي فاتت زي ما النادي الاهلي سباق في العديد من الامور، صراحه فكره موضوع بطاقه اهلاوي افتخر خدمه مميزه جدا لجمهور النادي الاهلي، السعر يعني سهل على كل الجماهير بكل الاطياف. عايزين حضرتك تكلمنا اكبر وتشرح لنا شرح اوفى عن ازاي اجيب بطاقه اهلاوي وافتخر. والله يا كابتن فاروق، هو من 9 شهور بالظبط مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود الطاهر اعتمد بطاقه جمهور النادي الاهلي. الغرض منها حاجات كتير قوي وشرحناها في كل وقت وبنعيد عليها تاني، اللي هو احترام ادميه المشجع، انهاء القضاء تماما على السوق السوداء، مساعده الدوله في ايجاد اليه وحل جذري لمشكله حضور الجماهير في مباراه كره القدم في مصر، اللي اعتقد يعني النادي الاهلي بيخطو طريق ثاني خالص في افريقيا وفي الشرق الاوسط في كيفيه حضور المباريات. ده من 9 شهور اشتغلنا على نفسنا وتم طرحها في شكل مناقصه عامه، وخدنا موافقه وزاره الشباب والرياضه على اصدار البطاقه، وتنافس 9 شركات ثم 4 ثم 3 ثم مجموعه تحالف من الشركات المتخصصه في الدفع والتحصيل والتوصيل والسوفت وير والتوصيل. الحمد لله والشكر لله، امبارح اعلنا عن بطاقه جمهور النادي الاهلي. البطاقه بكل سهوله بتخش على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، بيوديك لشاشتين، لو كنت عضو بتختار ال3 افرع سواء الجزيره او الشيخ زايد او مدينه نصر، ولو كنت مش عضو وجمهور النادي الاهلي اللي في كل مكان في الجمهوريه بتدفع بتحط بياناتك وبتدفع في اي فوري اللي موجوده على 60,000 نقطه على مستوى مصر، وبتختار
علشان تستلم في سوبر فوري في المكان اقرب مكان لبيتك. يا كابتن وليد استاذن حضرتك بس الالكترونيه كابتن وليد استاذن حضرتك بس دلوقتي انا يعني مشجع للنادي الاهلي في الصعيد، هل هسجل بياناتي وحتى لو انا مشجع النادي الاهلي في اسكندريه او في سيناء او في اي مكان هقدر اروح الاقي مكان لفوري ادفع فيه الـ 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 الرسوم؟ بص يا كابتن محمد، 28 محافظه للجميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، لو انت حضرتك في اقصى الاقاصي مجرد انك تختار هتوصل لك البطاقه بتاعت حضرتك على العنوان اللي انت هتختاره في الموقع، في اكبر موقع معمول لاستيعاب اكثر من 6 مليون مشجع للحصول على بطاقه جمهور النادي الاهلي. جميل جدا يا كابتن وليد، اتفضل كمل بقى. فبعد حضرتك ما بتخلص اشتغلنا على التذاكر الالكترونيه في مباراه افريقيا من خلال بدايه السنه اللي فاتت. نعم. اعتقد حضرتك شفت وكل الاهلاويه شافوا وكل الاجهزه التنفيذيه في الدوله شافت ان جمهور الاهلي ضرب القدوه والمثل، فاول مباراه كانت ب 10,000، ثاني مباراة كانت ب 15,000 اللي هي الأولانية مباراة زناكو، وبعدين مباراة الوداد، وبعدين نعم. مباراة القطن، تمام؟ وصولا لمباراة الترجي اللي ربطناها ببطاقة الجمهور والتذكرة. حضرتك هتاخد البطاقة وهتختار التذكرة بتاعتك، مجلس إدارة قرر إن اللي حامل البطاقة ديت يا كابتن محمد هيتعمل ديسكاون على التذكرة اللي هي التذكرة الموحدة أكثر من 60%. التذكرة كانت ب 35 جنيه، اعتقد هي ب 15 او 16 جنيه، يعني اكثر من 50% تخفيض. تمام؟ ده بلاش يا كابتن علي. هيجي لك البطاقة وهيجي لك التذكرة في ظرف باسم حضرتك، هتروح لسه ما خلصت الموضوع، وانت داخل الاستاد هتلاقي اجهزة الريدر واجهزة الاسكانر بتحط البطاقة، من قبل ما بتحطها بياناتك بتبقى موجودة، البطاقة ذكية، البطاقة سمارت كارد، البطاقة صعب تزويرها. البطاقة علشان تروح هناك لازم تبقى البطاقة فيها كل بياناتك وسليمة 100%، البطاقة سيف، البطاقة مؤمنة، البطاقة بتحترم آدميتك، ممكن أنت حضرتك تاخد بطاقة وتحط لزوجتك بطاقة ولابنك لو موجودين في خانة التابع. ده شغل شغل أوروبي ده يا كابتن وليد. والله يا كابتن محمد أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة. إدارة المباريات اللي أنا واحد منها بكل الصف اللي فيها واللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي، متابعه مجلس الاداره بالكامل وعلى رسول الله محمود طارق، كل اللي ساعدنا وكل اللي تعب معانا، الشركات المتخصصه اللي معانا، كل الناس، ما عاوز اقول لحضرتك احنا بنقدم دي للدوله، لمصر، لجمهور النادي الاهلي. من خلالك بقول لجمهور النادي الاهلي جود دور عليك، كنت دايما بتطالب باليه ونظام محترم عملناه، نظام يحترمك ويقدرك ويامنك، بقيت عارف انت رايح فين. ده خدمه 10 نجوم يا كابتن وليد، احنا ما بنتكلمش في خدمه عاديه ولا هقول لك 5 نجوم، ده خدمه ده اعلى من شغل الفنادق. لا حضرتك يا كابتن فاروق اعتقد ان انت وكل الساده الاعلاميين اللي تابعوا معانا على مدار ال 24 ساعه اللي فاتت، والساده الصحفيين، كل السوشيال ميديا، المسؤولين على المواقع اللي اخذوا الفكره بيكلموني مش عشان خبر يا كابتن، عشان بيتبنوا الفكره لانهم فعلا مأمنين بالفكره. خد كمان يا كابتن الجديد ان السيستم ده جوه النادي الاهلي، ان بياناتك جوه النادي الاهلي، ان السيرفر جوه النادي الاهلي، طبع البطاقه جوه النادي الاهلي. طب حضرتك لو ما تعرفش كمبيوتر يا كابتن محمد كنت بستنى السؤال اللي تساله لي. ما انا كنت لسه هسالك فعلا. هتبعت الظرف. ايوه. في صوره بطاقه حضرتك وفي صوره شخصيه ورقم تليفون، وتقول له والنبي يا ابني لو انت راجل طيب في كده صورة بطاقة على, على على قهوة أو قاعد على قدام بيتك، اكتب لي 3 شارع صالح سليم، مقر النادي الأهلي، حطه في البوست. نعم. تمام؟ ألو؟ أيوه بقول لحضرتك مقر عنوان البريد اللي مقر النادي الأهلي، 3 شارع صالح سليم، وابعته لي يا ابني. هيجي عندنا إدارة المباريات هتفرزه وتدخله وتعمل له أكونت وتروح بعت له رسالة علشان يدفع قيمة الكارت، قيمة البطاقة، وبعد كده يوصل له لإيه؟ لحد بيه. تمام؟ الفئة الثالثة، طب لو حضرتك أنت متحضر إعاقة، ما لا كمبيوتر ولا بتكتب ولا بتعمل ذو الاحتياجات الخاصة، كل المطلوب. نعم. هتبعت لي بياناتك برضه في ظرف على 3 شارع صالح سليم، تمام؟ وهنبعت لحضرتك البطاقة، واتفقنا مع كل الشركات هتبقى مجانا يا كابتن، مجلس إدارة النادي ده لذوي لذوي الاحتياجات الخاصة مجانا. ولكن كلها مجانا خاصه وايا كان عددها، لو حضرتك هو بيقدر يتحرك هيبقى في المدرج، لو ما بيقدرش وعلى كرسي بنخصص له مكان في الملعب تحت في الملعب. نعم. تمام. طيب.
طيب اي انا اعتبرني حضرتك انا يعني انا معاك وانت مشجع دلوقتي واي سؤال مش واضح اساله لي طيب. وانا معاك. عايزين نوضح تاني كم قيمه التذكره بتاعه البطاقه الموسميه؟ البطاقه صالحه لمده 3 سنين. ده رقم 44 جنيه ده بلاش لمده 3 سنين يعني السنه 15 جنيه. طب البطاقه ديت يا كابتن محمد هتاخدها وتروح تخش بيها الاستاد؟ لا. البطاقه دي هتأهلك انك تاخد تذكره مباراه النادي الاهلي بعد ما يكون مصرح من الجهات الامنيه بوجود جماهير في المباراه. يعني البطاقه دي تأهلني ان انا ابقى اقدر اخد التذكره. مش تاخدها وتروح تخش بيها من التذكره. دي كده حاجه مهمه برضه عشان الناس تبقى فاهمه. اتفضل. نقطة مهمة جدا. وبعدين تاني حاجة يا كابتن، طب لو انت التزمت في امتيازات، لو انت ما قصرتش في برضه امتيازات، لو انت قدرت النادي اللي انت بتنتمي ليه في برضه امتيازات، ممكن مجلس الإدارة ياخد قرار يقول لك حامل البطاقة يخش مباراة بدون تذكرة مثلا أو ب 50% أو ب 25%. أنت فاهمني يا كابتن؟ نعم. أنا قصدي احنا في إيدينا الموضوع كله. طيب احنا متواصلين مع كابتن وليد. برضه في سؤال، هل التذاكر ستباع لحاملي هذه البطاقة فقط؟ بالنسبة ليه؟ للمباراة اللي جاية ولا مستقبليا؟ لا مستقبليا. مستقبليا يا كابتن أنا النهاردة عندي بالراحة كده خالص لو أنا حضرتك عملت 100 بطاقة 100,000 بطاقة سوري 100,000 بطاقة تمام؟ هتقبل أولوية لمين؟ والأمن مثلا وافق على 30,000 بس هتقبل أولوية ساعتها بالدفع. يعني اللي هيقدر ينزل يدفع في الثور الاول ويبقى 30,000 فقط هم ال 30,000 دول اللي هيبقى مصرح ليه. ممكن بعد كده نعمل نظام التدوير. يعني اللي حضر كذا مباراه وحد تاني عاوز يحضر في ايدينا نعمل ستوب او هولد عليه وحد تاني يحضر. انت معايا؟ ولكن البطاقه يا كابتن محمد هي وسيله امنه لانك لا لا لا, لا تؤسودة. محدش يبتزك، محدش ياخد التذكره ويقول لك دي ب 50 لا طب خدها ب 100 طب اسقعها شويه وابيعها يوم الماتش ب 200. انت ده خلاص ما عادش موجود خلاص، الموضوع ما عادش ينفع لان بطاقتك معاك وتذكرتك معاك، رقم البطاقه 1000 ورقم التذكره 1000 تمام؟ فانت النهارده مش محتاج حد ان يزايد عليك، حد ان يزود عليك اي جنيه واحد، حتى اللي بيسلمك البطاقه هيسلمها لك في ظرف مغلق، ما يقدرش يقول لك جنيه واحد زياده. طيب ودي من الرساله برضو يا كابتن فاروق من خلالك. نعم. قناه النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي. وحضرتك بتستلم كل اللي هتعمله هتمضي فقط قدام انك استلمت البطاقه بتاعتك اكنك بتستلم الفيزا بتاع البنك. بالظبط كده. مش هتدفع جنيه واحد زياده. طيب مع حضرتك. كابتن وليد بالنسبه للماتش الجاي اجراءات الدخول ازاي بالنسبه للجمهور والحصول على التذاكر ازاي؟ انا النهارده حضرتك فاتح باب الحجز من النهارده لحد يوم 1/9 تمام؟ نعم. المباراه يوم 16/9. سليم. المباراه يوم 16/9 من النهارده لحد يوم 1/9 تمام؟ كل من حجز بطاقته هيبقى قدامها تذكرة، تذكرة بكام؟ ب 16 جنيه مخفضة. تمام؟ نعم. لو اتباع ال 15,000 بطاقة خلاص هم ال 15,000 هيطلع لهم 15,000 تذكرة من أم 16 جنيه. يوم 12 هيبدأ التسليم يا كابتن محمد. نعم. تمام؟ يوم 12 هيبدأ التسليم. قبل المباراة بحوالي 4 أيام. 4 أيام تمام لحد هتبدأ تسلم متقسمة المحافظات مراحل تمام؟ يعني القاهرة والجيزة واسكندرية يوم، المنوفية والدقهلية والشرقية يوم تمام؟ البحيرة والمنيا والفيوم يوم، السويس واسماعيلية يوم، يعني متقسمة بشكل أنا ممكن أبقى أبعته لحضرتك وانت برضه تقدر يعني تعرضه في برنامج لكل الاهلاويه. لا اكيد أعتقد اكيد اكيد يا كابتن وليد. تمام اكيد. بحيث ان شاء الله يبقى كل واحد عارف رايح، الدنيا سهله بسيطه، كل غرضنا خدمه جمهور النادي الاهلي علشان يبقى معاه. صراحه كابتن وليد احنا بنشكر حضرتك وبنكرر الشكر مره ثانيه، خدمه في خدمه فوق في خدمه الفنادق، سيرفيس عالي جدا على اعلى مستوى لكل جمهور النادي الاهلي عشان يقدر يحضر للمباريات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل التوضيحات وعلى الخدمه. النادي الاهلي اول نادي يعمل اداره المباريات، يعني في اداره المباريات اول نادي بيعملها هو النادي الاهلي. زي ما كنت النهارده بكلم حضراتكم في الناحيه الفنيه، النادي الاهلي اول نادي او النادي الوحيد في مصر اللي عنده اخصائي تغذيه
النادي الاهلي دائما هو اول واحد بيطبق فكر جديد في الكوره، ففي كل شيء ما شاء الله النادي الاهلي سباق. وادي امام حضراتكم موضوع اداره المباريات وحتى سيزن تيكت والبطاقه الموسميه، حاجه على اعلى 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 مستوى من الخدمه لجماهير النادي الاهلي. نروح لموضوع كوليبالي. السيادة اللي هو شين سامس مدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان الايفواري الهارب سليماني كوليبالي لم يطلب العوده للنادي الاهلي مره ثانيه، وقال ان ولا بشكل رسمي اود، وشكوانا ضده في الاتحاد الدولي لسه قائمه ولا يوجد بها اي مستجدات. وكوليبالي رحل على النادي الاهلي، وحضراتكم فاكرين كل الموضوع، نمنا صحينا لقينا كوليبالي هرب وبيتكلم بقى عن اوهام واحلام هو شافها بس في كوابيسه ملهاش اي علاقه من الصحه. والنادي الاهلي انا بقول لحضراتكم وباكد هياخد حقه تالت ومتلت، لان الاتحاد الدولي في هذا الشان ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. نروح لخبر عمرو جمال والتعاقد مع بيتفيست الجنوب افريقي. نادي بيتفيست الجنوب افريقي في مؤتمر صحفي اليوم اعلن انضمام طبعا المهاجم المصري عمرو جمال رسميا لمده عام على سبيل الاعار. ورحب الحساب الرسمي لنادي بيتفيست على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باللاعب، وقال انضم الينا مهاجم مصري الفاز عمرو جمال على سبيل الاعاره لمده عام من الاهلي، وويلكم تو اور فاميلي او مرحبا بك في عائلتنا. وعمرو جمال هيعود مره ثانيه للقاهره عشان انضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي بقى اوغندا في تصفيات كاس العالم ان شاء الله لمنتخبنا. التوفيق. احمد حجازي ما شاء الله جريده ديلي اكسبرس بتحطه في التشكيله المثاليه للدوري الانجليزي وهو ده المنتظر، ويا فرحه هيكتور كوب. احمد حجازي انتقل على سبيل الاعاره لنادي ويست برومش البيوم اللي بيلعب في الدوري الانجليزي الممتاز. حجازي حتى اللي واخده في الفانتزي مبسوط منه لانه بيديله نقاط كتير عشان موضوع الكلين شيت، وفي نفس الوقت هو الناحيه الفنيه بيقدم مستويات فذه جدا مع النادي الانجليزي. وكان حجازي قدم عرضا رائعا في مباراه بيرنلي اللي اقيمت السبت الماضي بملعب تيرف مور، وانتهت بفوز ويست بروميتش بهدف مقابل لا شيء، ودي المره الثانيه على التوالي اللي بتختار ديلي اكسبريس واحده من اكبر الصحف في انجلترا احمد حجازي للدخول في التشكيله المثاليه للدوري الانجليزي. اخر خبر معايا في الجوله العالميه وهو عن نادي روسونيرو نادي الميلان العريق. نادي ميلان بيتعاقد مع صفقه جديده وهو المهاجم كالينيتش القادم من فيورنتينا. الميلان عامل بروجكت، عامل مشروع للعوده مره ثانيه للسيطره على البطولات. نادي ميلان احرز كل البطولات اللي موجوده سواء في الدوري الايطالي سكوداتو، سواء في دوري ابطال اوروبا الانتر كونتيننتال سوبر كاب، كل البطولات سيطر عليها نادي ميلان. وهذه الصفقه ال11 للفريق بعد ان دعم صفوفه بعدد من اللاعبين ابرزهم طبعا زي ما حضراتكم عارفين اللاعب سوزا، وكان بدايه البروجكت في الموسم الماضي، وهذا الموسم في كاساي وفي العديد من النجوم الكبار اللي انضموا فابيو بوريني واللاعب أندريه سيلفا المهاجم البرتغالي، مرورا باللاعب ياسين ابراهيمي وفي الاخير عفوا باللاعب ابراهيمي واللاعب كالينيتش طبعا النجم الكبير واحد من افضل الفراوده اللي موجوده في الدوري الايطالي. كالينيتش بيلعب هيلعب هيكون قادر انه يلعب مع ميلان في الدوري الايطالي، وايضا يشارك مع نادي اي سي ميلان في بطوله اليوروبا ليج اللي يعود اليها مره ثانيه نادي ميلان بسداسيه في نادي اسكاتسيا في بدايه مشواره الاوروبي مره ثانيه، والكره الاوروبيه كانت تحتاج الى عوده الميلان مره اخرى لاجوائها. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.